هامولا هامولا ها هو خليوه يضرب وحده. هاك شد الميكرو قول لي شنو كاين. انا سيدي جا 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 في الطوموبيله جابت الكيتون وحطيت الكيتون وحط لي الوفه قال لي راه 25 درهم. عطيت لهم 25 درهم. هو على الخير. انا ماشي معقول. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السيد مقدم. بخير سيدي رفاعه مرحبا بك. معك مراسل ارض بلادي مولاي اسماعيل المكاوي من دوار اسمر اسمر جماعه ايتوم ديس. جينا عند هاد الناس عيطوا لينا ما كيوصلهم مساعدات ضروا. كنتفاجئوا انهم وصلهم جوج قفاف ودفعوا عليها الفلوس 25 درهم الوحده. بغيناك عافاك تقول لنا ديالها جات 25. مرحبا مرحبا. ماشي 25 درهم ماشي 25 خليه يهضر خليه يهضر. 20 درهم ياك باش جابت ليهم باش جابتها ليهم ترانسبور من السونتر ديالي سولا لا 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 سمر. 20 درهم الوحدة. 20 درهم الكفاف اللي دار معاهم مول الطوموبيل قال لهم باش نوصل لكم قال لي اللي ما بغاش يمشي يهز ديالو. خليه يوضح لنا باش يوضح لنا باش نعرفوا لازم نسمعوا الطرف الثاني. سير سمعتي يا الاستاذ مني واش هاد الكفاف شكون اللي عطاها ليك؟ الكفاف توزعات في سولان الجماعة أيه؟ الجماعة يطاط لينا قال لك علموا شي مول الطوموبيل يجي يهز الناس. واش علمتوا هاد الناس هادو اللي جبت لهم هاد الكفة باش يمشي يجيبوها ولا ما علمتوهمش؟ علمناهم قلنا يوم اللي بغى الكفة ديالي وجي ليها قالوا لي شوف مول الطوموبيل يهز لينا. اخ خليه يهضر. هادشي اللي كاين. انت قلتي لهم اللي بغى الكفة ديالو يجي يعني الدوار كامل جوج ناس اللي مستافدين ياك اللي مضرورين. مستافدين فيها تيم غريب سعود وربعين. هضرنا على الدوار فين كاين حنا. اسامر 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 كيجيشو سكوت خليهم بالله ما يهضر حتى شي واحد. الاستاذ والاستاذ نعم اسيدي. واش دابا راه كنهضر انا وياك ولا هذاك الاخر؟ لا انا وياك. خذ شوف خذ راحتك لانك عارف دابا الناس مع هاد المشاكل اللي وقعوا ليهم وهاد الضغط ديال النفسيه فهمتي والصدمات راه. واش سيد الاستاذ نعم اسيدي راه في المغرب كلشي توقع راه ماشي غير عندنا. مرحبا باش نكونوا واضحين الله يرحم الوالدين ياك. تفضل تفضل. تيسيي راه فيه جوج الناس عيط لجوج الناس قلت لا واش تيسيي تيسيي شحال من مدار فيها؟ اسمر شوف اسمر فيها 20 دار. واش كتعيط دابا واش كتعيط لي على هالمساعدة اللي فرقت انا ولا المساعدة اللي فرقوا الجمعيات؟ لا اللي فرقتي انت لانك انت قالوا لك انت تخلصتي ب 25 درهم القفة. ما مخلصت انا خلصات مول الطوموبيل 20 درهم القفة كاينين موالي هاد اللي خلصوها. هادو اللي مستافدين علاش بالضبط غير جوج دوار اللي اختاريتو في هاد الدوار؟ جوج ناس احنا ماشي ما هادوك الناس اللي اختارينا ها؟ اللي مديكراري بهم النهار الاول اللي متضرين يعني اللي مع جوج الليل يعني هادو اللي خداو هاد القفاف وخلصوا عليها 25 درهم يعني تريبات الدار ديالهم. جوج الناس الدار ديالهم واحد تهرس واحد ما طرا ليها والو طاح ليه شي حاجه من دارو قالوا لينا هاد الكفات غادي يمشيو عند هادوك الناس اللي تريبات ليهم دارهم. واش السلطه هي اللي كتكلف باش يوصلوا هاد المعاناه لهاد المتضررين اولا المتضررين اللي خصهم يمشيو يجيبوها من ما عرفتش شحال كيلومترات ويخلصوا على هاد المبلغ والناس مصدومه والناس مشات لهم الديور ومشاو لهم البهائم ديالهم ما عندهم ما ياكلوا لا اغطيه وحنا كنعيشوا في الازمه والدليل خطاب ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس اللي امر باش تساعدوا كنتوما كسلطه وتوقفوا في جنب هاد المتضررين. احنا وقفنا بجنبهم ولكن كي غادي نهزها لهم على ظهري كي غندير ليها الاستاذ؟ ما يمكنش ليا نخلص مول الطوموبيل من جيبي ما يمكنش ليا. وهضر علينا الشريف اسكت اصاحبي. واخا غتبقى معنا باش تسمع السيد اللي استفد من هاد القفة اشنو غايقول واش صحيح هاد الكلام ديالو ولا لا؟ تفضل. انا بو عزة حسن. بو عزة حسن جات الطوموبيله وخدينا القفة والكيتون
قال لي اعطيه 25 درهم لمر الطوموبيل. شحال عطيتيه؟ اعطيت 50 درهم 500 ديالي و 500 ديالو لعمي. عطيتيه 40 درهم 50 درهم واسول بالعربي والله 50 درهم اللي خاض. واسول بالعربي قال لي راه خمس جبد ولدي 100 درهم عطى لي رد لي 50 درهم. لا لا انا رد لي 50 درهم وحكنا الكبده ديالنا وبعدها كون عندي 50 كون ملي واتصنت لي ملي عيطنا لكم قلت لكم راه عندكم الكلوي ديالكم علاش ما تجيو تهزوهم وجينا ليه لا واخا عيطت لي قلت لي جي لي سولان والله عيطت لي وجينا لي عيطت لي قلت لي تعرضوا في الدوار راه غادي نطلعوا هذا الشيء اللي كاين تصنت لي ملي عيطت لي قلت لك حسن راه غادي عندك واحد الكفا وعندكم القيطون ديالكم جوج الناس اي جوج الناس اشنو قال لي قول لي لا واش خليو لي القيطون ديالي وخليو لي داك الشيء نجي لك راه ولد عمي راه ما حبستو وين شوف ماشي غادي نجمع في القيطون انا ولد عمي تكون مرته هنا وتكون مرتي هنا بالله عليك واش هاد واش قيطون واحد غيتجمعوا فيه جوج عائلات وراه كون واحد بالدار ديالو وكون بغينا نجمعوا في القيطون كاع ما نقسموا كون واحد بالدار ديالو خليني الاستاذ يهضر هاك ها الاستاذ استاذ بالله عليك نعم سيدي هاد الناس هادو تريبات لهم الدار ديالهم وعرفتي كل دار شحال من اسره كتكون شحال من اسره عندك عندي سبعه الناس يعني عنده سبعه ديال الاسره ديال هذاك وشحال كان عند خوك ثاني اللي تضرب اربعه اللي عند ولد عمي سبعه واربعه هي 11 جابوا بالقيطون واش غتجيبوا لهم قيطون واحد تقول لهم تشاركوا في هذا القيطون مع ولادتهم مع وليداتهم وعيالاتهم والاطفال ديالهم الاستاذ نعم اسيدي الاستاذ اسكت نعم اسيدي هاد الناس راه خصهم يخليوك تهضر باش نتجاوب يعني. مرحبا مرحبا شوف القيطون عطاونا القيطون خزامة ديوها واحد عطاها فرط 8 الناس دينا الحسن بوزة ياك بقى لينا محمد طوبيس وبقى لينا حمادي عثمان وبقى لينا محمد بن العباس وبقى لينا عيشة بنت العباسي ديك رارينا بالقواطن ديالهم الوقت ما عندنا ما كاين ما كاينين في الجماعة حنا نجيبوا لهم اسميتو ديالهم الوقت ما عطاتنا الجماعة قالت لينا ديو لهم راه ردي لهم واش عرفتي هاد الناس هادو اللي تريبوا لهم دارهم ما عندهمش فين ينعسوا؟ ياك انت كالمقدم وجيتي عينتي هاد الدار ديالهم راه تريبو اللي هي النورا ديالنا واش عرفتي ما خصهم فين يباتوا وراه كتكون الشتا وكيكون البرد عندهم الاطفال ديالهم ولا ما عرفتيش؟ انا هاد النهار والو استاذ شوف انا مشيت عند هادوك الناس شفت الدار ديالهم طايحه عطاوني القيطون قال لي ديه الفلان اللي نضرو ديتها ليه بقى الاخر راه كيمشي يباني عنده ولد عمو بين ما تجي لا يلا قلتي لي هذا القيطون غيستافدوا منه جوج اسر يلا قلتيها قلتي لي القيطون غيستافدوا يتشاركوا فيه جوج اسر بين ما يجي القيطون الاخر يعني القيطون داكشي اللي خصنا نجمعوا جوج عائلات في قيطون واحد امتى غتجيبوا لنا هذا القيطون اخر بين ما يجي الاخر شحال تقريبا غادي نتسناو نباتوا على برا ونتجمعوا في قيطون واحد الاستاذ شوف الاستاذ الله يرضي عليك راه انا الله يرحم ليك الوالدين راه انا ماشي كاين اللي كنصنع القوطن اللي كيديروا لي كتقول لي اللي كتقول لي الجماعه راه كنديروا الوقت ما كاين كيعيطوا لي كيقول لي دي هذا الفلان صافي عليا غير الا ما وصلتوا ليه صافي السيد المقدم حنا سمعنا واحد الطرف باللي قالوا انت تخلصتي في هذا القفاف وضروري باش نتصلوا بك باش نسمعوا الطرف الثاني 50 درهم الاستاذ والاستاذ نعم اسيدي اسمع لي راه انا ماشي اللي تخلص انت تخلصتي انت تخلصتي انت قلت لي اعطي 60 درهم بالعربي انت 60 درهم ملي عطى 50 ملي عطى لي 50 درهم بالعربي تسنت لي جلال الله يستر عليك سير معاك عرفتي تسنت لي جلال الله يرضي عليك انت قلت قطعتي صافي ها هي انت قال لي اعطي 60 درهم وانا سي 60 درهم انا سي